اوه ماي جاد نار 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 يا جماعة، راح احط لكم كل شيء في صندوق الوصف. اوكي يا جماعة الخير، مساكم الله بالخير، مساكم اليوم الخطاط السريع لكم مرة ثانية من موقع شين، دفعة جديدة واشياء وايد عجيبة، لان شفنا تفاعلات وايد قوية على الفيديو الاخير، راح احط لكم اياه في صندوق الوصف حق الناس اللي ما شافوه، خلينا نروح شوفونه. لكن هالمرة ما طلبنا بس ملابس، طلبنا اشياء وايد، لان الحين قاعد نجهز غرفنا، فطلبنا اشياء وايد حلوة. هالفيديو راح تشوفون فقرتين مختلفة، فقرة الملابس اوتفيت لولو واوتفيت تي بلاس اوتفيت تي، وفقرة الاثاث واشياء تزينون فيها دالكم مثل الاشياء تسوونها وتعلقونها، وهم فرش حق الفراش. واكيد يا جماعة راح احط لكم قبل خصم صندوق الوصف، سواء تبون تطلبون ملابس او حتى اشياء تزين داركم مثل اشياء صغيره واشياء تشوق وتتعلق. فخلونا نبتدي بالفيديو، رد لكم نهايه المقطع. ووو. الشيء العجيب واللي شريته من شين هالمره كفراتهم، كل مره ادري ان عندهم كفرات يبيعونهم حق الفراش وشي اشياء، فانا ستايل غرفتي شويه نوعا ما اندستريال بوهيميان، مخلوطين مع بعض كلتشر كذي، فاخترت هذا على صبارات، وانا احب الصبارات، ما شلون الناس تقول انه حلو الصبارات. اوه الشيء الحلو اني شريت هذه المخده، حسيت انها لايك يعني تراثيه نوعا ما، داشه مع المكس كلتشر اللي مسويته بغرفتي، طبعا تنتظروا الروم تور مال غرفتي، فحسيتها انها لايك تكون هني. هذا اللي ماسكته، هذا تسوون فيه دي اي واي اللي هو كذي، تنقين الالوان حلو، بس ان هذا مخلوط يعني حسيت لايقنس مع غرفتي، ثلاث الوان، وحاطين لك هذه الاشياء ممكن نسبقهم يعني اللي حاب يسبقهم، وحطيت هذا الخيط نفسه. لا لا يا جماعة مولعة جاكيتي من شيئن، وخطها في لاسة اصفر بس باقي وخلفية صفراء. يا جماعة اليوم بوريكم الاشياء اللي شريتهم من شين، خطافية دايما غير اشياءها النارية اللي شريتهم من شين، راح اركبها وياكم، اشياء جميلة، ديكورات خفيفة، شي بسيطة، فنحتاج مطرقة ومسامير، يلا. وهذه المطرقة وهذه الدبابيس او المسامير، فخلونا نعلق الاشياء اللي شريتها من شين. اتوقع اني راح اعلق واحدة هني وواحدة فوق، فاي ام سو اكسايتد عشان بالليل نشب الليتات، بس قبل ما نشب الليتات خلنا اوريكم شنو الاشياء اللي خذيتهم وشنو الاشياء اللي راح اعلقهم، يلا. الشيء اللي شريته من شين اول واحد هذا الشيء، الا وهو عبارة عن الصبار، يعني زرعة خطافية، خلاص تو ماتش عندك زرعة، بس هذا ليت. والشيء الثاني كلمة لو خطافية بس شي شنو علاقة، لا لا مو بس شي، تخيلوا انه لما يصير بالليل اقدر اشبهم. اوه ماي جاد شوفوا الورد يا جماعة، اوه ماي جاد نار يا جماعة، راح احط لكم كل شيء في صندوق الوصف. اوه ماي جاد حد نار، يلا يا جماعة خلونا نعلقكم. اوكي يا جماعة قاعدة اخذ القياسات عشان اركب اللوب، وبنفس الوقت اخاف هذا يغطي عليها، فقاعد اشوف الحين، اتوقع راح احطه هني وهني، تكون تقريبا قلنا هني وهني سيدة كذي. اوكي تمام، خلنا ننزلها اكثر. هنا انا ركبت المسامير، فباقي الحين اركبها، وبسم الله I am so excited. اهم شيء المقاسات صح؟ يس المقاسات صح، ونبطل الليت ونقول هلا والله، هلا بالناس النار، هلا بال اوه ماي جاد حبيت اوه ماي جاد نار، اول خلاص خطافية جد يا جماعة نار، اوف
طبعا يا جماعه عنده كولكشن اكثر من كذي، لازم تشوفون، لازم تدشون عليها. اوكي يا جماعه راح اركب الثانيه فوق عشان لا يكون شيء يم بعض. اوكي ما اي ام سو اكسايتد. يلا. اوه واو 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 يا حبيبي قلبي. بس يا جماعه هذا لازم ندور له يعني مكان شيء ينخش فيه عشان لا يكون شكله بشر. او ماي جاد احس بحطه هالجهه عشان هذا ينخش فوق كذي عشان لا يبين. اوكي يا جماعة راح نحطها الجهة. هلا هلا. اوكي يا جماعة خلونا نشوف الشكل. اوه ماي جاد وينه. اوكي بام بام. اوه ماي جاد نار نار. اوكي راح ابطل هذا الواير وراح احطه نزله ورا هذا عشان لا يبين. اوكي يا جماعة نار نار. تخيلوا بعد بالليل فيصير الشكل ياو ياو. هلا بوي. اوه ماي جاد داري اقدع دار، احلى دار مع هذول الاشياء. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد نار نار نار. باو يا جماعة والله ناري نار. اوكي يا جماعة اتمنى ان عجبكم ال كومنتات تهجون منو احلى غرفه انا ولا لولو. اي ام سو اكسايتد. اتمنى ان عجبتكم. للحين ما خلصت كذا عاد تحصل الله يهداك كل شيء حطيتي غرفه تبعلكم انتوا عليكم كل شيء تشوفوني غريبا. هاي اتمنى ان عجبكم الفيديو ونال اعجابكم. ف لا تنسوا تستخدمون الكود الموجود في صندوق الوصف وهم الاشياء اللي شريناها، بس اهم شيء الكود عشان نسوي لكم خصم وتقدرون تشترون وايد اشياء بسعر اقل، فاشياء تشوق وملابس وغيرها. فبالنهايه تعجبكم الفيديو اتمنى تسوون سبسكرايب لايك ونشر على الجميع وسائل التواصل الاجتماعي. ومع السلامه.